الأعداد بدون استلاف. عملية الطرح في الحساب هي واحدة من العمليات الحسابية الأربعة، وهي عكس الجمع، ويرمز لها بإشارة ناقص، ويدعى حاصل طرح العددين الفرق. ومن جهة أخرى يمكن وصفه بأنه أخذ كمية من كمية أخرى أكبر منه، أو المقارنة بين عددين أو رقمين ومعرفة الفرق والباقي بينهما. أما عناصر الطرح فهي ثلاثة: أولاً المطروح منه وهو العدد الأول، أيضاً المطروح وهو الرقم الثاني ويجب أن يكون أصغر من المطروح منه، وذلك في مرحلة التعليم الأطفال الصغار، وأخيراً النتيجة أو الباقي وهي الباقي بين المطروح والمطروح منه. محور حديثنا لهذا اليوم طرح الأعداد حتى خمس منازل. شارك في مهرجان الطفولة لهذا العام 46 دولة عربية وأجنبية، فكان عدد الدول الأجنبية المشاركة 34 دولة. يتساءل الأطفال كم عدد الدول العربية المشاركة في مهرجان الطفولة؟ بكل تأكيد سوف نستخدم عملية الطرح. تابعوا معي كيفية طرح هذين العددين. في البداية سوف أقوم بتمثيل العدد الأول 46 وهو على الشكل الآتي، ثم نقوم بشطب العدد الثاني 34. نقوم بشطب أربعة من الآحاد فيبقى لدينا اثنان في الآحاد، ثم نقوم بشطب ثلاثة أعمدة من العشرات فيبقى لدينا عمود واحد، فنحصل على الناتج النهائي 12، فيكون 12 دولة عربية مشاركة. لاحظي يا أرنوبة الطريقة الأولى في الطرح، وهي الطرح العمودي. نقوم بترتيب المنازل تحت بعضها البعض، ثم نطرح الأحاد من الأحاد والعشرات من العشرات. هيا ابدأ العمل. حسناً، سأبدأ بالأحاد. 7 ناقص 6 يساوي 1. ثم ننتقل إلى العشرات. 8 ناقص 2 يساوي 6. يصبح الناتج النهائي 61. أحسنت العمل يا صغيرتي. كيف سأقوم بطرح عدد مؤلف من منزلتين مع عدد مؤلف من منزلة واحدة؟ هذا سهل يا صغيرتي. نقوم بترتيب المنازل على الشكل الآتي: العدد الأول 58، نقوم بترتيب الخمسة في الآحاد، ونبدأ بعملية الطرح بدءا من الآحاد. 8 ناقص 5 يساوي 3. أما العشرات فينزل العدد كما هو، نحصل على الناتج 53. فعلا إن عملية الطرح سهلة جدا. لبانا طفلة في الصف الثاني تحب جمع الطوابع، لديها 47 طابعا، أعطت أخيها 14 طابعا، فكم طابعا بقي لديها؟ فكروا معي. بكل تأكيد سوف نقوم بعملية الطرح وذلك بشكل أفقي. لاحظوا معي ترتيب الأعداد بهذا الشكل: 47 ناقص 14. سوف نقوم بطرح الآحاد من الآحاد والعشرات من العشرات، يصبح الناتج 33 طابعا بقي لدى لوبانا. لقد انتهينا من طرح عددين من منزلتين، والآن هبة سوف ننتقل إلى طرح عددين من ثلاث منازل. برأيك هل ستختلف عملية الطرح هنا؟ بالطبع لا، عملية الطرح ثابتة مهما اختلف عدد المنازل. لدينا العددين 456 ناقص 236. سوف نقوم بتمثيل العدد الأول في جدول المنازل على الشكل الآتي، ثم أقوم بشطب 6 من الأحاد، يبقى لدينا 0. ثم ننتقل إلى العشرات، هنا نشطب 3، يتبقى لدينا هنا 2. ثم ننتقل إلى منزلة المئات، نشطب 2، فيبقى أيضا 2، يصبح الناتج النهائي 220. أما الطريقة الثانية فهي الطرح الأفقي. نقوم بترتيب العدد الكبير أولاً ثم العدد الأصغر،
ونبدأ بعملية الطرح من الأحد. 7 - 7 يساوي 0. ننتقل إلى العشرات. 5 - 1 يساوي 4. ثم أخيراً المئات. 8 - 5 يساوي 3. إذن الناتج النهائي 340. أحمد تلميذ يحب قراءة القصص المختلفة. ذهب إلى المكتبة وأراد شراء قصة جديدة، فكان سعرها 640، فأعطى البائع 950 ليرة سورية. فكم ليرة يجب أن يعيد البائع له؟ فكر قليلا ثم اكتشف أنه يجب أن يقوم بعملية الطرح، فرتب العددين على الشكل الآتي وبدأ بطرح الآحاد. حصل على 0، ثم العشرات، كان الناتج 1. أما المئات فحصل على 3. الناتج النهائي لهذه العملية 310 ليرة سورية. يجب أن يعيد البائع له 310. إذن سوف ننتقل الآن إلى طرح عددين من 4 منازل. لطرح العددين 4353 ناقص العدد الثاني 2132 سوف نستعين بجدول المنازل، ونقوم بتمثيل العدد الكبير وهو المطروح منه، ونشطب العدد الثاني وهو المطروح، ونحسب الباقي على الشكل الآتي. سوف نستعين بجدول المنازل لنقوم بتمثيل المطروح منه وهو العدد الكبير 4053. أولاً لطرح الأحد أشطب 2 نحصل على 1، ولطرح العشرات نشطب 3 يبقى لدينا 2. أما طرح المئات فنشطب 1 ويبقى لدينا 2. وأخيراً منزلة الألوف، نشطب 2 فيبقى لدينا 2. الناتج النهائي يقرأ على هذا الشكل 2221. سأقوم بحل بعض التمارين حتى أتقن عملية الطرح. لدي العددان 8080 ناقص 5000. سوف أطبق قواعد الطرح التي تعلمتها، يصبح الناتج 3080. إنها سهلة جدا، تدربوا أنتم أيضا يا أصدقائي. لطرح العددين 7890 ناقص 5760 نطرح الآحاد أولا فنحصل على 0. أما ناتج طرح العشرات فهو 3. أما المئات 1. وأخيراً منزلة الألوف نحصل على 2. يكون الناتج النهائي 2130. ما رأيك جمانة أن نساعد أصدقائنا الأطفال في كتابة عبارة الطرح الممثلة لهذه الصورة؟ بكل تأكيد هبة، سوف نقوم باكتشاف العدد الأول وهو المطروح منه، وهو يمثل العدد 2348. أما المطروح فهو الأعداد التي تم شطبها، فهي تمثل العدد 1234. نعم هبة، أما الناتج النهائي فهي المكعبات والأعمدة التي بقيت بدون شطب، فتقرأ 1114. هل ساعدتني من فضلك في اكتشاف العدد الناقص؟ على الرحب والسعة. لاحظي معي الطريقة، سوف نطرح دائما العدد الكبير من العدد الصغير عندما يكون الفراغ في المطروح، ففي منزلة الآحاد 6 - 4 نضع 2 في الفراغ. أما في العشرات فسوف نقوم بالعملية المعاكسة لأن العدد الناقص في المطروح منه 5 + 2 يساوي 7 في الفراغ. في منزلة المئات 2 + 0 يساوي 2 في الفراغ. هيا أكملي يا أرنوبة. أما في منزلة الألوف نطرح
9 ناقص 6 يساوي 3. نضعها في الفراغ. إنها طريقة ممتعة. أنت رائعة صغيرتي. لدي هذه الأحجية الرياضية، ساعدوني بحلها يا أبطال. بلغ عدد خريجي كلية التربية في جامعة دمشق 46,528 خريجاً، أما خريجي جامعة البعث 25,412 خريجاً. كم يزيد عدد خريجي جامعة دمشق عن عدد خريجي جامعة البعث؟ بكل تأكيد سوف نستخدم عملية الطرح. لاحظوا معي كيفية خطوات طرح هذين العددين. أولاً، نقوم بترتيب العددين في جدول المنازل على الشكل الآتي، ثم نطرح الآحاد 8 ناقص 2 يساوي 6. ننتقل إلى العشرات 2 ناقص 1 يساوي 1، ثم نطرح منزلة المئات 5 ناقص 4 يساوي 1، ثم ننتقل إلى طرح منزلة آحاد الألوف 6 ناقص 5 يساوي 1، وأخيراً منزلة عشرات الألوف 4 ناقص 2 يساوي 2. يصبح الناتج النهائي الذي يمثل الفرق بين عدد خريجي جامعتين 21,116 خريجاً. عندما نقوم بطرح نفس العددين بالطريقة الأفقية على الشكل الآتي، نحصل على نفس الناتج 21,116 خريجاً، الفرق بين الجامعتين. أصبحت قادرة على حل تمارين الطرح. لدي العددين 99,999 ناقص 9,999، الناتج هو 90,000. لدينا العدد الأول مؤلف من 5 منازل 95,467، والعدد الثاني 25,043. بعد ترتيب المنازل يصبح الناتج 70,424. هناك منطقة أثرية في وطني سوريا تسمى معلولة، وهي تابعة لمنطقة القلمون، كما أنها تبعد عن دمشق حوالي 65,000 متر. نعم هبة، وسكانها يتحدثون اللغة الآرامية، وهي لغة السيد المسيح، وفيها آثار وكنائس جميلة. قام أصدقاؤنا بزيارتها فقطعوا مسافة 22,000 متر، فكم بقي حتى يصلوا إلى البلدة؟ بكل تأكيد سوف نستخدم عملية الطرح، فعند طرح العددين من بعضهما نحصل على الناتج 43,000 متر. عماه، كيف حالك اليوم؟ جئنا أنا وأرنوبة ولديها مجموعة من الأسئلة وتريد المساعدة. عماه، ساعدني في طرح عدد مؤلف من 5 منازل مع عدد مؤلف من 4 منازل. حسناً يا صغيرتي، انتبهي إلي جيداً. لدينا العدد 13,558 مؤلف من 5 منازل، والعدد 3,226 مؤلف من 4 منازل. نقوم بترتيب العددين والطرح بدءا من الأحاد. أكمل الطرح يا صغيرتي. حسنا يا عماه، 8 ناقص 6 يساوي 2، 5 ناقص 2 يساوي 3. أما المئات، 5 ناقص 2 أيضا يساوي 3. أنتقل إلى الألوف، 3 ناقص 3 يساوي 0. أما المنزلة الأخيرة، منزلة عشرات الألوف، فينزل الواحد كما هو. الناتج هو 10,332. سأبقى معك يا عماه لأكتشف الأسرار وأتعلم منك. لاحظي يا صغيرتي، العددين مؤلفين من 5 منازل، لكن الطريقة ذاتها التي تعلمناها سابقاً. حسناً يا عماه، سأقوم بطرح العددين
بدءا من منزلة الآحاد. 7 ناقص 5 يساوي 2، نضعه في الفراغ. أما عندما يكون الفراغ في العدد الكبير، نقوم بعملية الجمع لاكتشاف العدد. 5 زائد 2 يساوي 7، 7 في الفراغ. 6 ناقص 4 يساوي 2، نضعه في الفراغ. عماه، هنا أيضا العدد الناقص في العدد الكبير. سوف أقوم بعملية الجمع. 8 زائد 1 يساوي 9، أضعه في الفراغ. أحسنت العمل يا صغيرتي. هيا لنقوم باكتشاف المطروح والمطروح منه كما تعلمناه سابقا. العدد الكبير المطروح منه 3483. أما المطروح فهو 2142. يصبح الناتج النهائي أو الباقي 1341. شكرا على هذه المعلومات الرائعة. الطرح عملية حسابية نستعملها في حياتنا اليومية، شأنها شأن باقي العمليات الحسابية، لذلك يجب استثمار المواقف لتحسيس الطفل بهذه العملية وجعله في وضعيات يتعرف كيف يطرح وكذلك أهمية الطرح في الحياة. تعلمنا اليوم طرح الأعداد في مختلف المنازل ولكن بدون استلاف. تابعونا في الحلقة القادمة لنتابع طرح الأعداد مع الاستلاف. أرجو أن نكون قد وفقنا بما قدمناه لكم. دمتم سالمين.